بدأ أشغال ديال لجنة إفريقيا أولا بدأت باستعراض جميع الدول المشاركة وجميع المنظمات المشاركة للوضع السياسي في هذه البلدان، وكانت عندي مداخلة مطولة حول الوضع السياسي في المغرب، تطرقت فيها إلى ما يعرفه بلدنا من تغيرات ديمقراطية، وكذلك تحدثنا عن التحالف الحكومي الذي يسير البلاد الآن، وعن الدستور الجديد، وعن الوضع ما بعد 20 فبراير، وكذلك تحدثت باستفاضة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذه النقلة النوعية اللي أصبحت تعرفها وضعيات حقوق الإنسان بالمغرب، وتحدثت عن الأشغال والمهام التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعطيت الخلاصة في الآخر أنه ما كانش ما عندناش حنا شي عقدة من حقوق الإنسان، لأنه دائما خصوم وحدتنا الترابية تحدثون عن عقدة مغربية مفترضة مزعومة دير أنه عندنا مشكل في حقوق الإنسان. فكان حيز كبير من مداخلتي حول هذا الموضوع بالضبط، حتى نبرهن لجميع الدول المشاركة وخاصة الداعمين لأطروحة الانفصال أن المغرب خطى خطوات جبارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وكان لي لقاءات عدة بعدة مسؤولين وعدة وزراء حكومة جنوب إفريقيا، وفي آخر الاجتماع الذي دام 3 أيام كانت هناك لجنة لصياغة التوصيات، فأصريت أن أكون عضوا في تلك اللجنة إلى جانب عضوين اثنين، وأصريت كذلك ودازت، لأنه يلا البارح خرجوا التوصيات ديال اللجنة الإفريقية، وتم في ديباجة التوصيات التحدث بشكل واضح وغير ما فيه حتى لبس عن أن المغرب يخطو خطوات نحو الديمقراطية، وأنه على المسار الصحيح، وأن لأول مرة تحدثوا على المغرب إيجابية في الديباجة، وكذلك في التوصية المتعلقة بالصحراء بالقضية الوطنية كان هناك نوع من التوازن بين ما اقترحته أنا كممثل ديال الشبيبة الاتحادية وما اقترحه ممثلة الجمهورية الوهمية. فكان الإشارة ولأول مرة تاني على أنه يجب الاستمرار في العمل، هكا ديال الصيغة اللي كان يجب الاستمرار في العمل على أساس إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه وسلمي للقضية بين المغرب والصحراء الغربية، لأنهم هذا هو باش يسميوها هي، في أفق الوصول إلى تقرير المصير.